50 ما بتبوظش، كل سنة استنى 57 تبوظ تبقى أحسن وأقوى وأعظم وأكثر علما وأكثر عطاء وأكثر إنسانية وأكثر محبة وأكثر كل شيء. 57 تتحسن دائما. اشمعنا الناس كلها بتثق في 57؟ اشمعنا الناس كلها بتحاول انها تبقى موجودة جنب 57؟ اشمعنا محدش بيسأل لما بيحط فلوس فلوسه بتروح فين في 57؟ ليه الناس بتزور 57؟ ليه الناس بتحب تبقى موجودة جوه 57؟ لان الناس خيرة، مش علشان بس الخير، مش علشان بس الرحمة، لانه حاسس ان فلوسه بتروح في حتة صح. هو ده اللي احنا مبسوطين منه، وهو ده النموذج المصري اللي احنا عايزينه، ان مصر كلها تبقى 57. مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة.